ممكن قبل ما ترد كابتن محمد اقول حاجه هنا اضافه تمام. وتاكد لي المعلومه دي طبعا لو تتفق معايا. انا هروح بالفضل لكابتن حسن مصطفى بصراحه. طبعا هذا الرجل اللي نقل هذه الرياضه نقله تانيه، رجل خلوق ومحترم وبجد اشتغل على المنتخب بشكل كبير جدا. طب اهي تحضرنا هذه الصوره طبعا. يعني خلينا برضو نتكلم عن النقطه دي، لان الاداره لما بتبقى اداره ناجحه وداعمه بيفرق بشكل كبير. اكيد، وده سببه ان دكتور حسن مصطفى من ولاد النادي الاهلي. طبعا طول عمر النادي الاهلي عنده منظومه قويه جدا، وهو يعني راجل يعني في الاداره هو عارف هو بيعمل ايه كويس، عارف ازاي ان هو يوصل ان هو يبقى رئيس اتحاد مصري، رئيس اتحاد دولي لغايه دلوقتي. بالظبط. فطبعا دي حاجه صعبه جدا ان هو يقدر يثبت في الفترات الاخيره دي كلها لغايه وقتنا هذا ان هو يبقى متواجد. طبعا هو ليه عامل كبير جدا ان هو نقلت المنتخب طبعا الفترات اللي كانت بتحصل من قبل كده لغايه دلوقتي. يعني انا شايف طبعا هو ناجح نجاح تام ان هو يقدر يوصل منتخب مصر، وهو كان عامل اساسي في الموضوع ده.